السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندي واحد الصديق صفت لي واحد الاوديو، ياك تسمع معايا؟ السلام عليكم، شاف بخير؟ كلشي مزيان؟ اش كتعاود الامور بخير؟ كدير ماشي عمل يعني الامور؟ كنتفرج في لا فيديو ديالك دابا في اليوتيوب، حسب لا فيديو اللي درتي ديال لا جولي ديال كابلوش. بالنسبه لدوك لي تيسي، ما حضرتيش على واحد القضيه ديال لي تيسي الى تقلبوا لي تيسي فيهم البي 1 والبي 2؟ دابا كاين حاليا اللي كيقلب لي تيسي انه عندنا السورتي ديال لاتونسيون. مثلا عندنا السورتي ديال لاتونسيون في الفيش انترفاسيو، كيعطوك تشد لاسورتي من لاسورتي اللي تميزيري لينا لاتونسيون. كاين اللي كيدير لونتخي ديال الديجونكتور من فوق الديجونكتور ديال لاسورتي، كيدير لي تي سي في لاسورتي اللي جاية من الترانسفورماتور. وما هدرتيش عليك القضية ديال بي ان و بي دو، حيت غالبا كاين اللي مكيوقفش البال هاد القضية ديالهم كيتقلبو. إذا تقلبوا كيكون عندهم مشكل في البروغراماسيون ديالهم، حيت كاين اللي دابا كاين اللي كيديرهم تقريبا هذيك الكونترول ميزور كتكون عندها علاقة مع لوطوماج، وعلى حساب على حساب لي سويفي اللي كيسويفيو. دابا حاليا دابا حنا في هاد لاسوسيتي ديال لونوب، مثلا كيعرفو الكونسوماسيون اللي كيكونسوم البومبات، وكيعرفو شحال ديال الطونسيون كاينة وشحال ديال لاكولون كاينة. ملي كيوقع في هاد المشكل هذا ما كيبقاش ما عرفتش واش حيت كنت جبت انا واحد لوطوماتيسيان قال لك ديرها ما كيطلعش ليا لا فالور هي هذيك ميساج واحد. السؤال ديال الصديق باش ما نطولش في الفيديو. السؤال باين كيهضر على تي سي، علاقته بالسنترال ميزور وعلاقته بلي دوني. والتي سي شنو هو بعد التي سي؟ والتي سي واش كاينه شي حاجه سميتها بي ام بي 2؟ مزيان، اشنو هو التي سي؟ هو واحد اختصار ولا ابريفياسيون بالفرنسي لواحد جوج كلمات، ترانسفورماتور دو كورون. دونك كنحول الكورون من واحد القيمه لواحد القيمه واحده اخرى. وهذا يصادف انه اليوم كيتصل بيا دائما في لي كومونتير تاع هذا ديال لاشين، كيصيفط لي واحد الدري واش كاين مشكل الا خديت اون بيرمتر ديال 200 امبير و تي سي ديال 75 امبير ولا ديال 150 امبير. فاش كيكون عندك اون بيرمتر خاص القيمه اللي مكتوبه في لامبيرمتر اللي تحت، كاين فيه في جف داك المربع اللي تحت كتكون واحد القيمه مكتوبه على 5، داكشي اللي مكتوب تما خاص يكون عندك في تي سي ديالك. جبت لامبيرمتر ديال 200 سور 5 خاص تي سي يكون عندي 200 سور 5. جبت لامبيرمتر تاع 150 سور 5 خاص تي سي يكون 150 سور 5. متفقين؟ داكشي اللي عندي في لامبيرمتر خاص يكون عندي في تي سي، ما يكونوش مختلفين. الا كانوا مختلفين ما كيقراش مزيان، لان هنا كيديروا غير عمليه تحويليه، كيدير الكون كي كونفيرتي ولا كي كنسميها ديك. داكشي اللي مديول في لاكارت الكترونيك في الداخل ديالو كيقرا 1200 على 5. فاش كتجي هذيك 5 كيحاول حتى هو ثاني يضربها في السلم لا يوصلها ل 200. ما يمكنش تقول لي انت بواحد المعيار اللي كيحسب به حسب به حتى هاد التي سي. لا، داكشي اللي في لامبيرمتر باختصار خاص يكون في التي سي، وداكشي اللي في التي سي خاص يكون في لامبيرمتر، وكفى. سونترال ميزور حاجه اخرى، انا جاوبتك على لامبيرمتر. والسؤال ديال الاخ اليوم اللي كيقول التي سي، التي سي بطبيعه الحال فيه رد البال جوج حوايج، اس ان اس 2 و بي ان بي 2. اس ان اس 2 هما الخيوط اللي كيمشيو الفولت متر او لا السونترال ميزور. السونترال ميزور كيطلب منك اس ان اس 2. فاش كناخد انا التي سي غنحاول نبارطاجي التصويره ديالته معكم. هو مربع كيكون في الكابل فوق من الديجانكتور ولا تحت من الديجانكتور، انا ما عنديش مشكل، بحال فوق بحال تحت، كيعبر الكورون بحال فوق بحال تحت. غير هو اس ان اس 2 خاصها تمشي في السونترال ميزور لبلاصه اس ان اس 2. و بي ان بي 2 هو غير لو سونس ديال الكورون منين كيدوز الكورون. الا كان هاي دار تيستي مثلا في الفوق ديال الديجانكتور، الكورون جاي من الفوق للتحت، دونك خاص الكورون يدوز في بي ان ويخرج لبي 2.
يعني دابا كيما قلت لك تيسي الفوق ديالو مكتوبه فيه بي 1 والتحت ديالو مكتوب فيه بي 2، يعني يدخل الكابل من بي 1 ويخرج البي 2، هذا لو سونس ديال الكورون اللي كيدوز باش يكري داك الشون مانيتيك وداك الفلو اللي يتعبر فقط. دونك بي 1 هو لو سونس يدوز الضوء من بي 1 ولا جاب الله قلبتهم جا الكورون دخلتو في بي 2 وعاد خرج من بي 1 ومشى، لا فالور اللي هتخرج عندك فيها تكون نيجاتيف، لا فالور اللي هتطلع عندك في السوندراج ميزيو لا تكون موان، ما هيش تكون فالور اكزاكت مزيان. وهنا فاش قال الصديق بانه راه كاين ناس كيكونتروليو سونترال ميزور ببساطه كتاخذها عندها بورت كومينيكاسيون، هاد البورت كومينيكاسيون ممكن ليك انت تزيدو للبي سي عندك، كاين لوجيسيال سبيسيال لانه كياخذ اللي كياخذ هاد لي دوني باش نولي كنعرف انا شحال ديال الكورون كليت، شحال ديال لا بويسونس كونسوميت في هاد لانستالاسيون ولا لا انستالاسيون الكتريك سوا بومب سوا موتور سوا اللي بتكون، شحال لا فريكونس اللي عندي، شحال القصف اللي عندي في هاد لانستالاسيون بزاف، يعني كاع لي دوني تكنيك اللي كيكونوا في الريزو الكتريك ممكن لي انا ناخذهم من هاد السونترال ميزور. وهادشي اللي كاين، انا حاولت نجاوبك على جوج اسئله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.